النقاط المطلوبة في هذا البرنامج. سنتجه الآن إلى جزء مهم جدا، وهو التحكم بهذا البرنامج عن طريق جهازك المكتبي. نقوم أولا بتثبيت البرنامج، وذلك من خلال هذه الأيقونة، أو حتى الذهاب إلى الموقع جوجل درايف، وهناك روابط خاصة بتحميل البرنامج، ولكن الأسهل لنا كما هو واضح الآن هو عن طريق هذه الأيقونة. لنقوم بذلك أولا. بعد الضغط سنجد هذه النافذة، نقوم بحفظ الملف، وبعد ذلك فتح الملف وتشغيل. سيقوم الآن بالتثبيت. تم التثبيت، الآن هو موجود على الجهاز. طبعا سنقوم بالدخول على هذه النافذة بشكل تلقائي، الخطوات الأولى. تسجيل الدخول، التالي، تالي، تالي، ثم بعد ذلك تم. طبعا ستظهر هذه النافذة والتي توضح المجلدات التي تمت مشاركتها أساسا على الموقع، وهذه هي 3 مجلدات موجودة هنا. لنتصفح على سبيل المثال ملفات إنجاز معلمي التربية الإسلامية بثانوية حطين، ندخل مباشرة، والأستاذ شريف الريمي، ملفات إنجاز معلمي شريف الريمي، هي نفسها بالضبط. ثم ندخل بعد ذلك على مقدمة، مقدمة، نفس الشيء تماما. الميزة هنا أنك تستطيع التعديل بشكل مباشر على الملف، أن الملفات الموجودة أساسا على جهازك مثل ما هو موضح هنا. ندخل على السيرة الذاتية ونقوم بتعديل جديد، ونكتب مثلا بكالوريوس، ثم نضغط حفظ. سنجد أنه سيقوم بعملية مزامنة، مزامنة، جاري مزامنة 1 من 2 ملف، وهي السيرة الذاتية. سيقوم الآن بمزامنتها. أتوقع أنه تمت المزامنة، وفي حال أنه لم يتم أو ما زالت المزامنة ستظهر لنا العلامة التالية. سنقوم بالحفظ والرجوع مباشرة إلى الصفحة. سنجد هذه العلامة، علامة المزامنة. عند الانتهاء من المزامنة ستظهر علامة الصح هذه، هذه هي. نستطيع الآن مشاهدة هذا الملف مباشرة بالتعديل الذي أجريناه. لنغلق ملف أولا، لأنه إذا ما أغلقنا سيظهر هذا الملفات المؤقتة. نعمل تحديث للصفحة بشكل سريع سيظهر لنا الفرق. السيرة الذاتية هذه، شريف ريمي، بكالوريوس، معلم، وهكذا. إذن ميزة البرنامج على سطح المكتب أو على جهازك المكتبي أنك تستطيع التحرير بشكل مباشر على هذه الملفات وترتيبها وتنسيقها وحذف وإضافة وعمل كل ما تستطيع عمله على جهازك بكل بساطة.